بسم الله الرحمن الرحيم. موقع عدن الحمام الزاجل قام بزيارة البطل المعروف منصور مقرية، أحد أبطال المنطقة الغربية وأبرزهم في هذه الهواية، وهو صاحب نظرية العين الموجهة للطائر عند العودة إلى اللفت أو المقر الخاص به. الآن عم منصور، بعد التحية، يعني نريد منك أنك تشرح لنا يعني كيف للهاوي المبتدئ، أنه كيف يبدأ